البنت اللي هي مطلقة بوليد، كنت خدامة على ولدي، يعني ما خليتش. فاش خدمت في شدي الزوج والزوجة قلت ديالك. ليه انت عارف علاش خديتك وانا عارفة علاش، يعني انا ما خديتوش على يعني كنبغيه ولا. نهار الجمعة الصباح دويت معاه، قلت ليه فلان، قال لي نعم، قلت ليه هاد المعاملة اللي كتعاملني راه ماشي معاملة. يومين قبل لا نتضرب السيد ولا كيعاملني واحد المعاملة اللي هي خايبة. احكي لنا شنو وقع لك من معكم رجاء. 24 عام، انا كنت بنت اللي هي مطلقة بوليد، كنت خدامة على ولدي، يعني ما خليتش. فاش خدمت في ميناج، في الموبلات، خدمت في القهاوي، خدمت في الحمام، كنحك العيالات، يعني ما خليت. فاش خدمت كنت هازة ولدي، وكان أملي غير في ولدي باش يكبر وباش نربي أحسن تربية. حتى النهار اللي كيتلقى ليا هاد السيد هذا، باش تزوجتي بيه بعد؟ لقيت اللي تزوجت بيه بالتهديد. كنت خدامه وكان كيتلقى ليا، كيبدا يهددني، داير زيزواره فمو هنا، وكيقول لي شوفي، كيقول لي يا غتاخديني يا غا ولدك ولا خوتك غيمشيو فيها. النهار الاول بدا داكشي كيما كيقولوا. قال لي ولدك ولا خوتك غيمشيو فيها. انا ما نكذبش عليك، انا ولدي نقطه حمراء عندي، ما كنبغيش شي حاجه تاذيه. انا خفت على ولدي هو الاول اكثر ما خفت على خوتي. صافي اضطريت، قلت صافي غناخده. الناس كيخطبوا بالورد وكل شيء، هذا جاي خاطب بالزيزوار. اضطريت قلت غناخده. ملي خديته عشت معاناة خايبة اللي ما تعيشهاش شي وحدة، اللي حتى وحدة ما تصبر ليهم. يعني عنف اللي هو خايب من ناحية امه ولا من ناحيته هو. عنده صوابع؟ ما كنتش عارفة عنده سوابق، حتى مشات المحامية المحكمة عاد قالت عليا. صافي اضطريت انني غناخده. مني خديته واش بغى نحب ولا نخوف لا وتهديد؟ لا، ما كنتش باغاه، انا اقسم لك بالله ما كنت باغاه. صافي مني خديته قلت غندير توكالي في الله وناخده، اللي كتب عليا الله مرحبا به. صافي عشت معاهم، كنعيش واحد المعاناة اللي خايبة، كنعيش يعني صداع في الليل وفي شحال النهار. المدة باش تزوجتي بيه وملي وقع المشكل؟ المدة باش تجوج بيه ما كاملاش 6 شهرين. 2 شهر وقع على جنب. ما كاملاش 6 شهرين، واش هاد السيد عنده شي مرض نفسي ولا عنده شي؟ ما عرفتش، ما نكذبش عليك. ما تزوجتو على سنة الله ورسوله؟ عندي وراق، عندي كل شيء. من بعد بدا يهدد فيك؟ صافي. يومين قبل لا نتضرب السيد ولا كيعاملني واحد المعاملة اللي هي خايبة. نهار الجمعة الصباح دويت معاه، قلت لي فلان، قال لي نعم، قلت لي هاد المعاملة اللي كتعاملني راه ماشي معاملة. ماشي ديال الزوج والزوجة قلت ديالك. لي انت عارف علاش خديتك وانا عارفة علاش، يعني انا ما خديتوش على يعني كنبغيه ولا. هو يقول لي عشا ديري، صافي غنبدلو بساعة بخرى. جات ماما تطلع ليا، قالت لي، قال لها انت راه بغيت نخرجها وما عنديش باش نخرجها، باقي ما مخلص. عطاتو فلوس، قالت لي ها انت سير وخرجوا. لقيت اللي غادي قال لي فين بغيتي تمشي، قلت لي باغا نمشي عند دار عمي، مسكين مات وخلى بناته، بغيت نشوفهم توحشتهم. قال لي واخ. مشينا ضحكنا كلينا اللي قسم الله يعني بيه خير. ملي خرجنا من عندهم دزنا عند ماما الخدمة. ماما كنشوف فيها، ما بغيت نوصل ليها برا معاملة ماشي هي بغيتي هاديك. نصبر راه شي نهار غيتقاد. بغيت نوصل ليها، ما لقيتش كيفاش، لدرجة كندير هكا ما غتفهمنيش. صافي وانا نمشي، لقيت اللي غادي في الطريق كيقول لي راجع. قلت لي نعم. قال لي حضي راسك. قلت لي علاش؟ قال لي شي نهار نخوي بيك. انا كيصحبني كيضحك ولا غير كيدوي ولا ما يصحبش ليا غير يدير بحال هكا. ركبنا في الطاكسي، يلا وصلنا للرومبوا فين كاينه دارنا، وانا نقول لي قلت لي فلان. قال لي نعم. قلت لي قلبي تقبط عليا، ما عرفتش كنحس براسي مخنوقه. هو يقول لي لا لا كره على الطاكسي ماش راجب وهذا يمكن تخنقتي. صافي هوت، لقيت اللي وصلنا هوتنا. غدا باش غنطلع لدارهم قايل لا ما طلعش لدارنا. قلت لي علاش؟ ويقول لي انتي كتقولي لماماك بانك ما كنخليكش باتي، ما كنخليكش تجي عندها، اليوم غتباتي. صافي دخلت للدار،
طيبت لهم العشاء، ضاحكة مع خوتي، ضاحكة مع بابا، اختي، ولدي، حطيت لهم العشاء. مني كيقول يا بابا اجي تاكلي، قلت لي بابا والله ما قديت، ما عنديش منين غدوز ديالك، كنحس براسي مخنوقة. صافي بت مع اختي ضحك اللعبة انا وياها وولدي ناعس حدايا. الصباح كيجي عندي مال 10 الصباح، كيقول لي يلا نمشيو. قلت لي انت، قلت لي نطيب الغدا، بقى معايا نطيب الغدا ونجمع الماما الدار ونمشيو. قال لي لا، قلت لك غتخرجي دابا، غتخرجي دابا. الوقت اللي خرجت كيهدد فيا، كيقول شوف اه حنا باقي الله حدا الباب، كيقول شوفي، كيقول والله الله غندبحك انتي وخوك. تمينا غادين يلا دخل الحانوت. واش حسيتي ديك الساعه ملي قال كان بحال كتير؟ ما نكذبش عليك، ظن انه غيديرها رجلي فاشلين، حيت حتى بالطريقه باش غنرجع لدارنا كيشدني بشي شدات وشي يعني ديال شي واحد ماشي ضروري. نورمال. انا خديت كما كيقولوا اه بالدارجه. لقيت اللي دخل هو الحانوت باش ياخذ الكارو، بلي بابا ديس. وانا نمشي عند بابا، تلقيت لي في الشانطي، قلت لي بابا اعتقني، راه قالك غيقتلني، راه قالك غيدبحني. قال لي بابا مالك، كاينه سيبه في البلاد بلاصه الطاكسي مشى دوا معاه. قال لي علاش هادشي؟ قال لي والله عمي ما قلت لها شي حاجه، يمكن راه طاجه هانت الله على عد امي، وغادي لها شويه البخور وغتولي بخير. لقيت اللي طلعت انا سد عليا، حيت ورد ديال موباه وسد عليا ومشى. مشى كيلقى خويا في الزنقه كياخد الحوت، امو الحوت كاين، كاينين الشوت، كاين كلشي. كياخد الحوت، شديتي الجنويه ديال مول الحوت، جاب الله مهرسه، ضربتيه هنا، لقيت اللي غيحيد ليه الجنويه تضرب في صبعه. صافي تهرست الجنويه، خلاه هو مع الدراري وطلع ليا انا. نفذ التهديدات ديالها. اه لقيت اللي طلع ليا انا، لقيت اللي طلع ليا انا المره الاولى بغى يضربني، كاليت تكيت في الارض في الجليج، وكندير بايدي بحال هكا بجوج، وكنغوت كنغوت ربي اللي خلقني. جاو ليا، جا ليا باه وجا ليا جارهم، هما اللي فكوني، لدرجه ضربتها في صبعي في اليد اللي معاقه ليا. صافي كتفكري داكشي كتحسي؟ والله خويا للعافيه شعله فيه، كما قلتي لنا دموعك صعاب يخرجوا لانك بكيتي حيت عييت، والله تعييت. صافي لقيت اللي هودوه، عاود طلع عاوتاني الفيلم وطلع، طلع وامو، طلع وامو، كنطل من هذيك العين السحريه، كتقولي لقيته ما بغيتش نحل، كتقولي امو حلي حلي ما غيطرى لك والو، ما غيدير حتى حاجه. اه مني كنحل الباب، امو كدير ليا بحال هكا ليدي، كتشدني وهو كيضربني، كيطلع ليا بيديه بجوج، كيطلع ليا بحال هكا، وحده حيدها وحده طلعها وهودها. صافي انا هذيك الوقيته كنشوف الدم، تخلعت، كنشد صبعي بحال هكا كنخشيه في الضربه كيتخشى، وهي كتقول لا راه ماشي شي حاجه، راه غا شويه. كيفاش ماشي شي حاجه؟ ودارت لي لها التحميره، عمرات ليا بالتحميره. صافي لقيت اللي ناض السيد مشى باش يعلم دارنا، هما هودوني لتحت عند صاحبتها عند التجاره. كنسمع في بابا وماما طالعين وما قاداش ندوي، كنبغي ندوي، كيدير لي الزيزواره ها، كيقول لي غدوي غنكمل عليك. كنطلب في الجاره، كنقول لها عافاك اعطيني ها مكالمه ولا صيفط لي ولدك للدار، مهم ما يعرفوا بنتهم فين غاده. قلت لي لا انا ما نقدرش. صافي لبستني جلابه وعطاتني زيفه وخرجوني. نختصروا شويه، مشيتي ليزيرجونس؟ اه مشيت للسبيطار. هو اللي داك ليزيرجونس؟ هو اللي داني. اه فعلا ودار كلشي وغادي لك ليزيرجونس، تيكذب كيقول لي مرا تلقاو لها الشفاره. اه دار زيزوار هنا وقال لي منين تدخلي قولي لهم تلقاو لي الشفاره. انا عالمه بابا ديك الساعه، منين دخل السبيطار بابا شاف بابا هو يهرب. صافي مني هرب 5 ايام. مختص روحك. آه. درتي شهاده طبيه، درتي شكايه، درت كلشي، تعتقل. اه تعتقل مده 5 ايام. في الهروب ديالو كيعيط لك كيهدد. اه كيقول ما غندخلش للحبس، ما انا ما غيشدونيش وما يشدوني حتى نصفي لخوتك كلهم. شحال تحكم؟ تحكم بعام و4 المليون ديال هاد العام.
ما بغاش الفلوس، بغا غير ياخذ، اه لان الا خرج غيولي مشكل اخر. اه انا كنطلب من سيدنا وكنطلب من السيد حموشي وكنطلب من الناس، كنقول لهم انا مزاوقه فيكم خذوا لي حقي. لحد الان دابا راه باقي حقي ما تخادش، راه باقا كنحس براسي محقوره في بلادي، راه بلادي وتحقرت فيها، خذوا لي حقي. هادشي اللي كنطلب من المغاربه، وقفوا معايا وخذوا لي حقي، خصو يتعاقب على داكشي اللي دار. الرقم ديالك اللي بغا يساهم معاك العمل، لان صعيبه وكما تنقولوا الله يحسن العوان، راه الامكانيات الماديه راه على قد الحال. واخا نعطيها لك اخويا، اللي باغي يتعاون ماشي اللي باغي يتفلى. واخا اخويا. اللي فيها كفايه شي يتفلى وعلى عيون. 06 07 لا 07 73 73 36 36 07 07 32 عاودي معنا اختي النمرة. 07 63 73 06 73 36 07 32 قولي معايا 07 07 73 63 قولي اللي قلتي قولي 07 صفر سبعة 73 73 36 36 07 07 32 32. الله يدير لك تسوي ديال الخير. امين يا رب. تبغى حقك. حقي يا انا تكرفص وعامر يقدر يخرج عاوتاني يدير غتعاود عاوتاني داك الشيء من حيت هو كان كيقولها، كيقول لي واخا ندخل غنخرج غندير لك نفس الشيء، ما يخليناش. يبغى يتعاون مع شي طبيب تجميل ولا شي حاجه. الله يرحم والديهم، الله يجازيهم بخير. الله يديرك تسوي لي الخير. امين يا ربي. هذا هو امين. التليفون ديالك اللي باغي يتعاون ماشي اللي باغي يتفلى. الله يديرك شي الله يرحم عليكم.